نروحوا لحاجة واحدة أخرى. نحكيكم شوية على روايات اللي راهم عندي اللي راح نبدأ نقراهم إن شاء الله يا ربي. عندي هذه اللي كانت في يدي ديزاني إي ديزاني وأنا نقلب عليها، واسمها ترمي بشارة تاع كاتب سعودي واسمه عبد الخال. هذه الرواية فازت بجائزة البوكر سنة 2010، من هذاك الوقت وأنا نقلب عليها. تخيلوا لقيتها أون 2022، سي با نورمال، 10 سنين 13 سنة باش لقيتها. يا خاوتي جيبوا لنا الكتابات، تقول لا كي رحت لمصر وما لقيتهاش. في مصر قلبت الدنيا على الكتابات، صرت بزاف كتابات شابين بصح هي ما لقيتهاش. كوم باغازا جائزه البوكر العربي اللي ما يعرفهاش هي جائزه الروايه العربيه في الدول العربيه، هكذا يمدوا لها الاحسن روايه، وهذه فازت. ترمي بشاره الكلمه كاينه في القران، يقولوا بلي الروايه سوداويه شويه، شغل فيها بزاف الكآبه. بصح الاخت شابه، لغته شاب، وانا يعجبني الكاتب كي يكون عنده لغه قاصحه هكا شويه. نحب نقراها ونقول لكم هذه مالقي كئيبه قلب، صح تستفادي منها.